باشمهندس علي بنكمل جولتنا معاك، وعايزة برضو إيه نتكلم باستفاضة أكتر عن الوحدة اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي وعن العمارة كمان، تدينا نبذة إيه بشكل عام كده. والله زي ما حضرتك كنا دلوقتي وإحنا طالعين في مدخل العمارة، إحنا رأينا أن بداية من مدخل العمارة لغاية الشقة يبقى الموضوع في لمسة جمالية كويسة للساكن اللي هيسكن جوه العمارة. فبداية من تحت بهو العمارة بدخلة الأسانسير بالريسبشن الاستقبال اللي موجود تحت في مدخل العمارة لغاية دخلة الأسانسير اتعمل بشكل كويس بخامات كويسة جدا، سواء من الرخام أو الجرانيت أو حتى المرايات اللي احنا متركبة في المدخل. تم اختيار أفضل أنواع المرايات اللي موجودة بتصنع داخل جمهورية مصر العربية، مرورا بقى بان احنا اخترنا كابينه اسانسير بشكل متميز بافضل انواع الكباني اللي موجوده بتصنع او بتنفذ داخل جمهوريه مصر العربيه، مرورا بدخولنا الشقه. واحنا داخلين احنا راعينا برده جوه الشقه ان احنا ننفذ اعلى درجات الجوده في كل الخامات اللي احنا بننفذها، من اول ان احنا اخترنا الانتركم على احدث وافضل اجهزه الانتركم اللي موجوده، مرورا بالاكسسوارات اللي موجوده جوه الشقه من اكسسوارات كهرباء او اكسسوارات صحي وسباكه، ارضيات الشقه ككل من مسطحات السيراميك او ابعادها. بالنسبه للاوض اخترنا السيراميك اللي هو اقرب ما يكون للبركيب بنفس شكله المتميز بنفس الطابع اللي يديني احساس ان انا على بركيب مش على سيراميك. بالنسبه لحماماتنا شقه زي اللي احنا فيها مثلا فيها 3 حمام، حمام للضيوف تم تنفيذه بشكل متميز بحيث ان الحاجز وضيوفه لو هيستخدموا الحمام يحس ان هو قاعد في مكان راقي ومستوى كويس، مرورا بقى بالحمام بتاع الاولاد وحمام الماستر الاوضه الماستر اللي هي بتاع الوالدين او اللي هم اصحاب الوحده. عندنا الوحدات 3 اوض وصاله و3 حمامات ومطبخ رافي ان هو يكون مساحته كبيره بحيث ان هو يتفرش مرتاح بحيث ان ست البيت او المدام اللي هتبقى موجوده تبقى انت عارفه طبعا السيدات المطبخ عندهم احنا اهم حاجه عندنا المطبخ بالظبط، عشان كده راينا ان المطبخ في التصميم عندنا في كل الوحدات حتى الوحدات اللي هي تعتبر صغيره اللي هي 100 متر وان هي مساحه مش صغيره يعني، راينا ان المطبخ يكون فيه مساحته يكون مساحه متميزه بحيث ان ست البيت تبقى مبسوطه، لان يهمنا طبعا العنصر النسائي اللي موجود في الكومباوند يكون مرتاح. فيعني راعينا القصه دي جدا، اخترنا انواع السيراميك اللي موجوده في الحوائط سواء في الحمامات او المطابخ من اجود الانواع من اجود الشركات بحيث ان برضه تدي طابع ولمسه جماليه وراحه نفسيه للي بيستخدم الوحده. يعني مش عارف اقول ايه غير ان احنا حاولنا ان يعني نقدر نبقى على مستوى المطور العقاري الخارجي بحيث ان الوحده هنا او الساكن اللي يجي ياخد عندنا ويفضلنا عن المستثمر اللي بره يحس ان كل طلباته اللي ممكن كان يلاقيها في اي مطور او مستثمر عقاري خارج نطاق هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لا احنا عندنا هنا بنوفر له نفس الجوده ونفس الخامات بس باسعار اقل وبطريقه سداد اطول بحيث ان احنا شويه نكسر احتكار الشركات التطوير العقاري اللي خارج هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وندي للمواطن امكانيه بان هو يقدر يحصل على نفس الجوده ونفس الخامات العاليه باسعار اقل وعلى فتره سداد اقل. وكمان يقدر يستخدمه للتمويل العقاري من خلال التمويل العقاري طبعا وده يسهل له اكتر كمان طبعا. واحنا وعشان كده حتى في الفيو بتاع كل عماره وكل وحده دايما بتخرجي من البلكون او التراس تلاقي فيو بشكل مميز. احنا شايفين بشكل قدامنا اهو احنا واقفين في البلكون اهو بنتفرج في لاندسكيب في حمام سباحه بصراحه المنظر شيك. وده احنا رايناه بقى في كل الوحدات دي 1176 وحده اللي موجوده عندي في الكومباوند كلها ليها طله على لاندسكيب او عنصر او حتى لاندسكيب هارد سكيب عادي خالص يكون في لمسه جماليه تخلي الحاجز او الساكن مرتاح نفسيا حابب ان هو يكمل جوه الكومباوند، حتى لو جاله زائر من بره او حد قريبه يبقى عنده الرغبه ان الهيئه لما تعمل مشروع تاني او مرحله تانيه يكون من اوائل الناس اللي بتحجز فيه
دي طبعا ده تطلعنا كهيئة ان احنا يعني نحاول نجذب كل المواطنين لمشروعاتنا وشققنا ووحداتنا، بحيث ان احنا نقدر ننافس المستثمر العقاري ونقدر ننافس الاحتكار الخارجي بالنسبة للوحدات الخارجية خارج هيئة المجتمع العمراني الجديدة. طيب باشمهندس علي، خليني اتكلم معاك في اخر يعني موضوع معانا النهاردة او بنتكلم فيه، ايه هي خطة 2022 لجهاز مدينة الشروق؟ اكيد عندكم خطة. طبعا اكيد عندنا خطه، احنا دايما في الهيئه كل الاجهزه بتقدم خطه لمده 3 سنين جايه، فاحنا في نهايه مثلا 30/6/21 عملنا خطه 30/6/22 و30/6/23 و30/6/24، ومع نهايه كل سنه بناكد الخطه اللي احنا كنا مقدمينها بنعتمدها بكل استثماراتها بكل المشاريع اللي فيها، بحيث ان احنا واحنا داخلين العام المالي الجديد نكون جاهزين ان احنا نكون جاهزين ان احنا على التنفيذ مباشره بدون اي عوائق. باشمهندس انا يعني بشكرك جدا وعلى ترحيبكم لينا طبعا في مدينه الشروق، وان شاء الله نقابلكم كتير ونشوف اخر تطورات في المدينه. ربنا يخليكي، شرفتونا ونورتونا، ونتمنى دايما ان احنا نكون عند رضا المواطن، واهلا بيكم دايما في مدينه الشروق. بشكرك جدا.